أيها المسلمون، هنا نتساءل لماذا نفرح بقدوم رأس السنة الميلادية؟ ألأنه ميلاد المسيح؟ لو كنا حقيقة نريد أن نفرح أمة الإسلام لفرحنا بميلاد أعظم مولود، أزكى البشرية، إمام البرية، إمام المرسلين والمتقين، نبينا محمد الأمين عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. ومع ذلك فإنه لا يشرع لنا أن نحتفل بميلاده عليه الصلاة والسلام. نتساءل مرة أخرى، أيفرح المسلمون لأن سنة من حياتهم انقضت وشهورا مضت وأياما ولت؟ سبحان الله، متى كان للمسلمين أن يفرحوا إذا انقضت سنة من حياتهم أو مضت شهور من أعمارهم؟ لا يحق للمسلمين أن يفرحوا إذا مرت ساعة من حياتهم، فضلا أن يمر يوم أو شهر أو سنة بأكملها. إذا كان المشركون يفرحون فلهم أن يفرحوا بذلك. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون وجود اليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى على لسانهم: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أما نحن معاشر المسلمين والمسلمات فإذا مرت سنة لا ينبغي أن نفرح، بل علينا أن نحزن وأن نتأسف وأن نقف وقفة محاسبة لنسأل هذه الأنفس ماذا قدمت في هذه السنة، ماذا قدمت في الشهور التي مضت، ماذا أسلفت في الأيام التي مضت. هكذا ينبغي أن يقف المسلمون إذا مرت سنة من حياتهم. أما الفرح فهذا دليل الخسارة، أما السرور فهذا دليل الشقاوة. لا ينبغي لك أيها المسلم أن تفرح. تفرح لأي شيء؟ تفرح وهذه الأيام تقربك من أجلك وتدنيك من ربك سبحانه وتعالى. وإن مما أحببت أن أختم به هذه الخطبة في هذا الموضوع الخطير الجلل إنها ثلاث نصائح، ثلاث نصائح أوجهها من قلبي إلى هؤلاء جميعا. النصيحة الأولى نصيحة للآباء، الآباء الذين يعملون أعمالا يندى لها الجبين وتبكي لها المروءة وتئن منها الغيرة وتشكو منها الفضيلة. نصيحة للآباء الذين لم يربوا أنفسهم ولا أولادهم على عدم الاحتفال ومشاركة المشركين في أعيادهم، بل تراهم وللأسف يوسعون على أنفسهم ويوسعون على عيالهم في هذه الأيام ويوفرون لهم الجو المناسب لإقامة هذه الحفلات الصاخبة. أيها الأب، تذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تذكر قول نبيك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتذكر أيها الأب وتذكري أيتها الأم أنكما مسؤولان يوم القيامة عن هذه الرعية التي استرعاكم الله تعالى إياها. النصيحة الثانية للتجار: لا يحل للتجار أن يبيعوا ما ينبغي بيعه من مستلزمات إقامة هذه الحفلات. هذه فتوى ليس لها مخالف من العلماء في الإسلام. أكتفي بذكر قول واحد، بذكر قول العلامة الفقيه ابن الحاج المالكي رحمه الله في كتابه المدخل، حينما قال: وقد ذهب أئمة المالكية إلى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى ما يكون في عيدهم لا لحما
ولا إداما ولا ثوبا. ثم قال رحمه الله: وهذا قول مالك وغيره، ولم أعلم أحدا اختلف في ذلك. فالإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يذهب إلى عدم بيع وشراء كل مستلزمات مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم. النصيحة الثالثة أزف بها إلى قلب كل من يرجو الله تعالى والدار الآخرة، من يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، أنصحك نصيحة مشفق أمين أن تبتعد كل البعد عن مشاركة من يحاد الله ورسوله. أنصحك أن تبتعد عن الفرح مع كل من يؤذي المسلمين في كل زمان ومكان، ممن لزمك الله بالبراءة منهم ومن دينهم ومن شريعتهم ومن عقائدهم ومن أكلهم وشربهم ولبسهم وأعيادهم. أنصحك أيها المسلم، كنت صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، عالما أو متعلما، أن تبتعد عن مشاركة هؤلاء. في ذلك السلام لك في دينك ودنياك، في عقيدتك، في شريعتك، في منهجك، في خلقك، ترجو بر ذلك ودخره عند ربك ومولاك. فهذه نصائح، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأوقفوا رحمكم الله، أوقفوا هذا السرور، وانتهوا عن هذا الفرح في مثل هذه الأيام التي ينبغي أن يحزن فيها المسلمون لما نراه من المشاهد الفظيعة، لما نراه من العري والسفور والتبرج والزنا وشرب الخمور والفسق والفجور والسفور. فإلى الله المشتكى أمة الإسلام. فاللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا.